فكل القطاعات الاقتصاديه يعد القطاع السياحي احد اكبر المتضررين من الازمه الصحيه العالميه وانتشار فيروس كورونا وبشكل مباشر بعد تعليق نشاط مختلف وسائل النقل الجويه والبحريه والبريه وغلق الحدود لقرابه اربعه اشهر، قطاع مهدد اليوم بالافلاس وتسريح الالاف من العمال، الامر الذي سيؤثر لا محاله على القطاعات الاخرى التي يرتبط بها ارتباطا كبيرا ويساهم في تحريك عجلتها، فما هو ما هي الحلول التي من خلالها يمكن أن ننقذ هذا المجال وبأي تدابير وما هو الدور الذي يمكن للحكومة أن تلعبه وبأي إمكانيات هو موضوع حصتكم الإقتصادية الأسبوعية موازين التي تأتيكم على قناتي نوميديا تي في وفيها اسعد باستضافه كل من الاستاذ بشير جريبي رئيس النقابه الوطنيه للوكاله السياحيه اهلا بك استاذ جريبي ونشكرك على تلبيهك الدعوه شكرا أستاذ كما يشاركنا ايضا الاستاذ جمال نسيب الرئيس المدير العام لمجمع نسيب للسياحه ونائب رئيس الفيدرالية الوطنيه للفندقه جنوب شرق اهلا بك استاذ جمال نسيب اهلا بكم ونشكرك على تلبيتك الدعوه كما يشاركون ايضا في النقاش الاستاذ احمد عقل عبر تطبيق سكايب من الدوحه وهو خبير اقتصادي ومختص في الاسواق الماليه اهلا بك استاذ احمد عقل ونشكرك جزيل الشكر على تلبيتك الدعوه يا هلا فيكم الشرف شكرا جزيلا على تلبيتك الدعوه استاذ عقل اذا كما قلت في المقدمه وستجري بها القطاع السياحي يعتبر من اكبر المتضررين وهذا يرجع لانه من القطاعات المهمه جدا في الاقتصاد ومرتبط بالكثير من المجالات التي وللاسف مع انتشار فيروس كورونا جعلت هذا القطاع يتخبط في مشاكل ولعل وكالات سياحيه التي تعتبر محركه لهذا القطاع هي من تضررت كثيرا الى اين وصل الوضع اليوم بعد قرابه اربعه اشهر من هذا الفيروس وهذه الجائحه التي تجتاح العالم والله بعد بسم الله الرحمن الرحيم ال... ال... الوكالات السياحية أصبحت في مضيق لا بوابة خروج له لأن احنا كنا نقولوا باللي أن ال... الوكالات السياحية والسياحة بصفة عامة لازم لها تكوين لازم لها تأهيل لازم لها فالعمال اللي رم... عندنا دوك مأهلين و ميم... ما قدرناش نتخلاو عليهم ما دام ما قدرناش نتخلاو عليهم بقينا في الاشهر الاربعه اللي فاتت مم. وحنا ندفعوا لهم ونشكر كل معظم المتعاملين مم. اللي خولوا يعني نفس المبلغ المال اللي كانوا يدوه لكن يصير لنا مشكل في في شهر جوان وفي مم. وفي شهر جويده اخر لما لما نشوفوا 3400 وكاله سياحيه في القطر الوطني كاين اللي عندها 150 عامل مكتب الاول والفروع والفروع تاعو كاين اقل واحد عنده ثلاثه اربعه لو ناخذ معدل برك ب 20 عامل في كل وكاله الساعه راهي 6800 6800 عائله اللي راهي عايشه من الساعه هذه بطريقه مباشره مهم. خلي خلي الجمعيه تاع الفنادق، خلي الـ الـ المرشدين، خلي اصحاب البعير، خلي آآ آآ اللي يشتغلوا في الخطوط الجوية في الطريق، فهذه بالنسبة لنا هي زلزال، زلزال كبير، وحتى اليوم هذا مازال ما شفناش يعني آآ الطريق آآ النور احنا كنا درنا عدة انشغالاتنا وصلناها من رئيس الجمهورية والوزير الأول عبر وزارتنا الوصية وتلاقينا مع الوزير وعطانا وعطانا يعني عهدنا باللي الامور اللي تخصه شخصيا حيوديها والامور اللي تخص وزارات وزارة اخرى حيتوصل لها لكن للاسف ليومنا هذا ما زالت الامور راكده حتى نسمعنا وفيه تصريحات بان الوزير الاول تكلم مع وزير الماليه باش يشوف مع البنوك كيفيه مساعده الوكالة السياحيه عند باش باش يفتحوا ولكن لما نتصلوا بالبنوك تاعنا الى يومنا هذا ما فيها حتى يعني شيء جديد وحسينا روحنا ايتامه ما عندنا لا اب ولا ام في ميدان السياحة وحسينا روحنا باللي احنا المهنة المحقورة في الجزائر وهذا نعود نوليو منذ أكثر من 25 سنة وإحنا نقولوا إعادة تنصيب المجلس الاعلى للسياحه <applause> اللي هو مكون من المو... من وزير السياحه والوزراء الوزارات اللي عندها مم. علاقه مع مباشرة السياحه مباشره, مباشرة حتى الغير مباشره مم. تنفعنا لما تكون تحت رئاسه الوزير الاول لا. للاسف صرحوا باللي راح تكون فيه لكن لليوم هذا ما كاش والحاجه الثانيه احنا رانا نقولوا باللي راح يكون فيه انقراض لعده وكالات سياحيه وفيها وفيها بعض الوكالات السياحية أن هي القاعدة السياحة الجزائرية وخصوصا السياحة الداخلية <applause> اللي راح تروح اللي راح تروح لانها ما لقاتش الدعم نعم لا. لازم اللي لازم يكون هذا يرجع تقريبا للاستراتيجيات التي اعتمدتها الحكومات المتتاليه في عدم تثمين هذه السياحه الداخليه. هذه هي اولا اولا احنا من 2010 من كنا درنا دراسه لتطوير لتطوير السياحه السياحه الداخليه وخرجنا بنتائج وكنا تلاقينا مع خبراء تلاقينا مع اصحاب ميدان تلاقينا ان باش يكون فيه سياحه داخليه اللي هي تكون القاعده حتى للسياحه يعني الاجانب اللي يجيو القاعده ساهله لان السياحه الداخليه ما تتعطر باي حاجه خارج حدودنا وتبقى وتبقى تمشي وتبقى ال يعني المحرك تاع السياحه لا. يبقى يمشي هنا راهو راهو حابس ما كانش والله تسمعني بال... نكمل نعم. لك سنت هذا سنتحدث بال... بالتدقيق عن هذه الاستراتيجيه المتعلقه تكمل هذه السياحه الداخليه لانه ببساطه الجزائر قاره والكثير من الجزائريين تقريبا الى حد الساعه ما يعرفوش بلادهم بشكل جيد كاين كثير من الوجوهات الجزائريه اللي جهلوها ترى في بعض الاحيان اجانب يعرفوا بعض الوجهات أحسن صح. من الجزائريين للأسف وهذا يرجع لعملية نوعا ما اتصالية وعدم انتهاج استراتيجية تسويق محلية وتثمين لهذه السياحة داخلية خليوها تقريبا في محور آخر نبقى دائما في الأثر المباشر لانتشار فيروس كورونا على القطاع السياحي أستاذ جمال الأكيد أن الوكالات السياحية تعاني ما تعانيه اليوم لأنها الرابط وتقريبا همزة الوصل ما بين الزبون السائح وتقريبا الفنادق ومختلف المنتجعات الموجودة في الجزائر أنتم تأثرتم بهذا الفيروس أيضا بشكل مباشر هل اليوم ترون أنه لو يستمر الوضع على حاله وما تكونش فيه تدابير عاجلة ممكن جدا أن الكثير من الفنادق في القطاع الخاص أنها تفلس وللأسف هي تشغل ما تشغله من العمال أيضاً بعد أعوذ بالله اشتراجي بسم الله الرحمن الرحيم بدا بأدأ. اشكركم على لا الشكر على واجب يا آه احنا حبينا نعطوا صوره آه خاصه وصوره حقيقيه <applause> لقطاع السياحه اون <applause> جينيرال وكالات سياحيه وفندقة وما يشمل بالسياحه لازمنا نعرفوا باللي السياحه هي العمود الفقري لا كولون فيرتيبرال <applause> تاع الاقتصاد تاع الاقتصاد الوطني ابري لو بترول هنايا لازم نسع المسؤولين القائمين على وعلى راسهم الرئيس عبد المجيد تبون اه ما في كم من تدخل تاعو حث باللي اه السياحه راح تاخذ قسطها من من برنامجه اللي اللي احنا فرحنا به الان اه باش نقول لك الفنادق كل مضرورين 1700 فندق م. في الجزائر هذا 1700 فندق الان اللي راهم موجودين م. وما زال فنادق اخرى راهم في الانجاز كي نقول 1700 فندق كل سرير م. يشغل اثنين عمال م. م. وهذه الازمه تاع الكورونا ضرت بزاف بال... باصحاب الفنادق وراهم يعانيوا كثير لان الطلبات تاعهم كما كان يتكلم الاخ سي بشير ما نهدروش على لي سالير تاعهم ما على لي كوتيزاسيون تاعهم ما على اشياء اخرى وخاصه الفنادق واش معناها انا ما نقدرش نخلي الفندق تاعي ولا القريه السياحيه تاعي بدون باش نقوم بهم بالتجهيزات تاعهم صدر الصيانه صيانة وهذا ثقل كبير على بالكم باللي دار لما تكون في منزل تاعك وما تقومش بالصيانه تاع المنزل تاعك تاع واش يصرالوا راح مشاكل كبيره يحترق. احنا م. نفس الشيء بالنسبه للفنادق على بالكم باللي اموال كبيره م. في الصيانه اموال كبيره في الصيانه و... ونعاود نرجع للنقطه بقى باش لازم ن... نتكلموا كاقتصاديين م. كما كان يتكلم خويا بشير لو لازم تأسيس ولازم في أقرب وقت المجلس الأعلى للسياحة لازم يكون موجود حتى ننقذ ما يمكن إنقاذه من هذا النسيج السياحي أصلاً اللي وضعيف أستاذ المقارنة مع دولة كما قلت سابقاً بحجم قارة لا حبينا نتكلم كذلك بأن السياحة كي قلت العمود الفقري لأنني أعلم 30 سنه وانا في الميدان هذا نعلم بأن ان السياحه راح تعاون اقتصاديا الجزائر الوطن الشاسع الكبير الذي من اروع مناطق في الجزائر وزيد على هذا درك إحنا درنا خطه طريق الحكومات السابقه فتحت الاستثمارات في مجال الفندقه والسياحه الان هذو الناس اللي خلقوا فنادق وخلقوا منتجعات <applause> لا بالك ما خلقوهم باموال كبيره 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 الناس عندهم حتى اللي عندهم قروض بنكيه كيف <applause> راح يكون مصيرهم بكره؟ لان لازم يعرف حتى يزن... ما ما ي... ما تقريبا يؤكد ما تقوله سجامه النسيب هو في قانون الماليه التكميلي وكان نقاش كبير حوله تلك المادة التي تطرقت إلى الضريبة على قيمة المضافة التي تقريبا رفعت إلى 19% كانت في حدود 9% ثم عاودوا ورجعها إلى 19% وهذا ما يظهر انه حتى الاستراتيجيات فيه تذبذب وغموض نوعا ما في القطاع السياحي من جهه نقول نشجع هؤلاء المتعاملين في القطاع السياحي ومن جهه اخرى في قانون الماليه التكميلي نضيف لهم هذه الضريبه ونرفعوها ل 19% وكان امر ارق الكثير من المتعاملين في القطاع السياحي. هذه هذه بالنسبه للضريبه الحمد لله رجعت الى تراجع وهذا في صالح الزبون. احنا حابين احنا مثلا الزبون نحشموا كي يقول لي اني رايح لتونس ولا راني رايح نقضي عطله تاعي في المغرب وهو يقدر يقضيها باقل ثمن في الجزائر مه. احنا كان جات بنك خاص بالاستثمار السياحي مه. انا نسميه بنك ونداء من عندكم ان شاء الله يسمعونا ويسمعنا راي الجمهوريه نداء خاص لماذا كل الصناعات من بينهم الفلاحه عندهم بنك خاص, خاص, بالفلاحه احنا نطالبوا ببنك خاص بال... بالسياحه سياحة. ليه؟ لاننا تعطيني قرض كما واحد راح يامبورتي بطاطا ولا يامبورتي صباط ولا يامبورتي دي فيتمون ولا سياره يبيعها اون دو موا كما واحد راح يبني مشروع اون 25 موا باش يبدا لي فروي تاعو يقيسهم البنك يعطيني قرض في خمسة سنوات ويطالبني نفس كما يطالب الصناعي لا حنا نقولوا اليوم عاود اعاده النظر لانه تثمين المشروع في القطاع السياحي ياخذ وقت اعاده, النظر. إعادة. انا ج... عجبني كلام رئيس الجمهوريه بال... بال... لما تكلم في الندوه الصحفيه مه. اللي دارها مع الصحفيين وثمنتها هذه قال انا يا ضد ولازم نحثوا على البيروقراطيه لازم البيروقراطيه تحبس مه. خطر على المشاريع تاعنا والمستثمرين تاعنا الجزائريين الحقيقيين اللي يحبوا السياحه ارى صعوبات كثيره في البيروقراطيه. وهذه النقطة نرجع لها أستاذ جمال فيما تتعلق بالاستثمار في القطاع السياحي لأنه أصلاً قانون الاستثمار اليوم في الجزائر لابد أنه يراجع في الكثير من القطاعات ولكن لابد أننا نخصص له جانب مهم فيما يتعلق بالاستثمار السياحي. أستاذ أحمد عقل كما قلنا سابقاً وفي المقدمة أيضاً من القطاعات الأكثر تضرراً هو القطاع السياحي لأنه ببساطة مرتبط بتنقل الأشخاص وبعد هذه الجائحة وما عرفناه من حجر صحي، الاكيد انه تضرر هذا القطاع ويرجع هذا التضرر لتوقف الكثير من الروافد التي تعتبر هي مهمه جدا في القطاع السياحي، اتكلم هنا عن النقل بانواعه، النقل البري، البحري والنقل الجوي. فيه نقطه اثارت انتباهي في اخر تقرير لي. الوكالة العالمية للنقل المدني حيث قالت أنه حتى نسترجع الحركة التي كانت في 2019 فيما يتعلق بالنقل الجوي ممكن أننا نستغرق قرابة ثلاثة إلى خمس سنوات هل سنشهد نفس الأمر في القطاع السياحي يعني حتى تعود الحركة كاملة كما كانت على مختلف الوجهات العالمية ممكن أن نأخذ بين ثلاثة أو خمس سنوات بسم الله الرحمن الرحيم وبحب أرحب الساده المشاهدين جميعا أه لا شك انه نحن بنعرف انه القطاع السياحي هو مرتبط بشكل مباشر أه بقطاع النقل وبقطاع انتقال الانسان أه القطاع السياحي بشكل عام هو اكثر القطاعات ليس حتى من اكثر القطاعات هو اكثر القطاعات تضررا على مستوى الازمه الاخيره لانه وباء كورونا هو مرتبط ب الامن والامان للانسان وبالتالي عدم شعور الانسان بالامان جعل منه ان لا يقوم بالتنقل خارج منزله، هذا بحد ذاته هو ضرب عام لمفهوم السياحه، السياحه تعتمد على التنقل والانتقال من مكان الى اخر، زياره اماكن جديده، الشعور بالامان. الشيء الصعب هو انه الاجراءات التي سيتم اتخاذها بالفترات القادمه هي غير واضحه وهذا عم بخلي الصوره غير واضحه للوقت المتوقع لعوده القطاعات السياحيه لما كانت عليه اليوم اليوم اذا بدنا نحكي بشكل سريع بقطاعات مثلا طيران هناك إجراءات جديدة عم بتم أخذها أو الحديث عن أنه ممكن تنفذ ببعض شركات الطيران المسافة المطلوبة المسا... اللي هو التباعد الاجتماعي المطلوب على متن الطائرة الخدمات التي يمكن تقديمها أيضا التعقيم طرق التعقيم أيضا إجراءات الدخول إلى الدول والتنقل داخل المطارات قبل التنقل خارجها كل هذه المعطيات بالنهاية عم تخلق حالة من عدم الوضوح وحالة من الخوف والحذر لدى المسافرين اللي بدورهم عم بفضلوا خلال هذه الفتره وقد يستمر هذا الموضوع لعده اشهر او سنوات مثل ما تفضلت بالبقاء داخل منازلهم او او على الاقل داخل مناطقهم التي يعرفون دهاليزها من الذهاب الى اي اماكن اخرى والتعرض الى اي اخطار معينه. اليوم موضوع السياحه يرتبط بعده امور وهون المشكله اللي بتخلي التوقعات تكون لعدة سنوات من ثلاثة إلى خمس سنوات أنا برأيي الشخصي يمكن من سنة إلى ثلاثة قد تكون يعني أقرب ولكن ما هي العوامل التي تجعل من القطاع السياحي يحتاج إلى كل هذا الوقت أول شيء عملية التنقل الآن تحتاج إلى إجراءات وقوانين بدنا نشوف شو الإجراءات والقوانين التي سوف تسن بكثير من الدول والتي قد لا تسمح باستقبال مسافرين من مناطق معينة أو توضع شروط قد يكون من الصعب وجودها بالبعض، يعني البعض عم بيتحدث عن شهادات صحيه، البعض عم بيحكي عن اجراءات حجز او خلينا نقول حجر لمده اربعة يعني لمده اسبوعين ما بعد الوصول وما بعد حتى الانتقال للوجهه الاخيره، البعض الاخر عم بيحكي ايضا عن اجراءات وعزل مناطق معينه او خلينا نقول وقف استقبال المسافرين من مناطق موبوءة أو ما زال فيها بعض الشكوك بكل الأحوال القطاع السياحي هو القلب النابض للاقتصاد لأن القطاع السياحي مبني على فكرة جلب أموال من الخارج السائح الآتي من الخارج يقوم بضخ أموال جديدة داخل الدورة المالية وهيدا بحد ذاته هو تحفيز كبير للاقتصاد من هون شفنا بعض الدول مثل فرنسا بالفترة الأخيرة ومثل تركيا بالتحديد قاموا بفتح الحدود وقاموا باستقبال المسافرين حتى بدون اجراءات احترازيه بضمن شروط وضوابط خلينا نقول اقل تشددا من اي مكان اخر بالعالم. الفتره القادمه مهمه جدا القطاع السياحي هو ليس فقط قطاع سفر وقطاع مطارات وشركات طيران وفنادق، هو مطاعم هو شركات نقل هو شركات يعني صيانه تقوم بصيانه هذه المنشات هو حتى مصانع ويعني صناعات غذائيه وغيرها هو ايضا قطاع بناء وتشجيع انشاء وطرق وخدمات لوجستيه استخدام لقطاع الاتصالات والهواتف وقطاع الانترنت الكثير من المعطيات انا برايي القطاع السياحي قد يحتاج بعض الوقت يحتاج ظهور اللقاح مهم جدا ان شاء الله بالفترات القادمه ل فتح الباب امام عوده الـ الـ الريحية او الراحه النفسيه لدى المتنقلين من مكان الى اخر وبالتالي عوده الـ الـ الخدمات والقطاعات السياحيه، هون بدنا نقول انه في عده انواع من السياحه يمكن كلها عم تتوقف، ممكن نشوف بعضها عم يرجع يعني عندنا السياحه الطبيه او العلاجيه، عندنا السياحه الدينيه، عندنا السياحه اللي هي الاستجماميه خلينا نقول، هناك عده انواع يمكن بعض القطاعات مثل السياحة العلاجية أو غيرها ممكن نشوفها ترجع أسرع من غيرها ولكن السياحة بمفهوم التنقل لاستكشاف مناطق جديدة والتمتع بخدمات هذه الدول واستكشافها قد تحتاج إلى بعض الوقت خاصة في الدول التي أخذت وصمة خلينا نقول بؤر ل نعم. يعني الوباء اللي هو كورونا الاخير نعم استاذ بشير الجريبي فيه نقطه مهمه ومهمه جدا تطرق لها الاستاذ احمد عقل تتعلق بانواع السياحه نعرف كلنا انه في الجزائر الوكالات السياحيه تعتمد في قرابه 70% من ارقام اعمالها على العمره كمنتوج للجزائريين وما يحدث اليوم في السعودية من غلق للمساجد وغلق للحرم والكثير من الأمور المتعلقة بأداء هذه المناسك مناسك العمرة الأكيد أن الضرر يزيد وحتى تقريبا وضوح الرؤية لن يكون حتى تقريبا نرى بعض المؤشرات من الوجهة التي تعمل على تقريبا العمل بها وتقديم منتجات فيها هذه الوكالات السياحية والله هي حقيقة نعود في اللجنة الوطنية لاعتماد الوكالات السياحية اللي هي لجنة مكونة من عدة وزارات في في وزارة السياحة وللأسف هو طلب تقريب 90% من الوكالات السياحيه هما يختصوا في العمره والحج لان لان الطلب يفوق يفوق العرض ولكن فيه فيه مجموعه كبيره تقريب 20% من المجموعه الكامله وهما اشخاص كرسوا حياتهم لتطوير لتطوير السياحه الداخليه وعندنا منتوج سياحي كبير اللي نفتخروا به عندنا عندنا متنوعات في في المنتوج السياحه الحمويه السياحه السياحه جنوب كبير نعم نأخذ السياحه السياحه الصحراويه السياحه الصحراويه متعده الى خمس او ست انواع من السياحه ماهيش قال راني رايح ل... رايح ونحن وخلاص وحنا كمتعاملين ومختصين في في الميدان هذا نطالبوا نطالبوا بقرار سياسي على اعلى المستوى لتطوير السياحه في الجزائر احنا لما نروحوا المعارض في في الخارج نمثلوا الجزائر لما نتكلم على الجزائر نتكلم على الجزائر كقارة. ولما نوريو للسواح الاجانب اشياء اللي كانوا ما يتخيلوهاش ما كانوا يتخيلوهاش باللي نقدروا نوجدوها في الجزائر. استاذ انت واش تقول الان استاذ بشير هذا ما يزيد نوعا ما اللوم على الكثير من المتعاملين في المجال السياحي في الجزائر تحدث هنا عن الوكالات السياحية من يروجون للكثير من الوجوهات عبر العالم وتكلمنا أنه وكأنهم يذهبون إلى السهولة العرض طلب كبير على الحج والعمرة تقريبا أنا أستقر نوعا ما سهولة أن الإنسان يستثمر في مجال السياحة لهذه الوجوهات لأنه ببساطة موجود الطالب عليها ولا يذهب إلى التثمين والترويج أصلا لوجهات في الجزائر نوافقك نوافقك 50% لانه عدم استقرار عدم استقرار المسؤولين على الوزاره الوصيه هو ما خلناش ما نطوروا السياحه في الجزائر هذا معروف به وعلاش انا نقول ونعاود نقول ان كما يقول الاخ الاخ جمال انه المجلس الاعلى للسياحه مهم مهم ومهم كثير وعلاش؟ مثلا نتحدى اي واحد ناخذ سياره ونسافر من الجزائر الى غردايه <applause> 635 كيلومتر الى ولما نكونوا بعائلاتنا الى نلقاو مكان اللي تنجم تستريح فيه العائله الجزائريه يعني بكل راحه وفيه دوريه نظيفه وفيه وفيه مكان نظيف لهذا احنا يلعب في المشروع اللي درناه وقدمناه لوزاره السياحه تكلم هنا على البنى القاعديه المرافقه للنشاط السياحي ببساطه وهي مهمه يعني احنا انا نقول لك مثلا رئيس البلديه نبدا برئيس البلديه يعني يسمحوا لي رؤساء البلدين نبدا بهم اللي هما هما النافذه الاولى وعلاش ما علاش ما يحرش باش تكون باش تكون البلديه تاعو علاش ما يحرص باش تكون المطعم تاعو نظيف علاش ما يحرص اللي يكون القهوه تكون نظيفه علاش ما يسرحش باش يكون يكون هذاك الحانوت يكون يكون نظيف لما هذه حافظ عليها رئيس الدايره يحافظ يحافظ على الدايره تاعو الوالي يحافظ على الولايه تاعو فلما انا كجزائري نتسوح في بلادي نكون فخور ولي ولي هذا لما يكون لما يكون هذا المجلس وزير الداخليه يكون حاضر لما يتخذوا قرار يكون قرار تاخذوه كل الوزراء تحت رعايه الوزير الاول وما يقولكش من حقتنيش لا سيركيلر ولا لحقتني ما شتهاش ولا وبهذه هي الطريقه والصرامه اللي نجموا نطوروا السياحه في الجزائر اقسم لك بالله اقسم لك بالله غير جبنا مسؤولين كبار من الخارج مم. والكتابه تاعهم كاينه رقدناهم في فرم نعم حجره ويقول لف الف شكر من فوق وعلاش لان وصلنا لهم وصلنا لهم الصوره السياحيه الجزائر الحقيقيه م. لكن لا انت مثلا تلقى مشكل في الفيزا وتلقى وتلقى مشكل في في ثمن النقل م. وتلقى مشكل آه, نتاع نتاع ليسكورت وتلقى المشكلة هذه فحتى انت ما تعطيكش الرغبه م. اللي تروح ولهذا انهم بالنسبه للوكاله السياحيه هي يعني اا 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 اقتصاديه فلما يكون عندك عمال لما اي طريق تلقاها لازمك تسد بها تسد بها المدخول تاعك ولكن احنا قلنا لازمنا نحيو السياحه من الخدمات ونديروها مع الصناعه السياحة سياحة. لا هي صناعة هم. ولما نتكلم على الصناعة السياحية عندها نظرة واحدة أخرى وعندها معقول ثاني وعندها معتوج منتوج من اللي من تنجم تروجه في أي بلد وتجيب طلب على الجزائر طلب على الجزائر كاين وكاين كثير لكن نبدأ المشكلة تاع التأشيرة ومن بعد المشكل المشكل النقل ولكن المنتوج السياحي عنده مكانته ماهيش مكانته الحقيقيه لان لازم يكون قرار من الحكومه ونطوره باش يكون الامر المهم استاذ باش الجريبي كيف نقدم هذه السلعه؟ ممكن انك تكون عندك سلعه وانا يكون عندي نفس هذه السلعه ولكن انت تقدمها بشكل جميل وعلى العمليه الاتصاليه وعمليه التسويق وانا نقدمها ممكن بشكل سيء وهذا ما يصنع الفارق بيني وبينك استاذ باش الجريبي وهذا ما نعود ونقول أنه لابد أننا نتحدث على هذا المنطلق منطلق الصناعة السياحية لأنها تتعدى ذلك الجانب المتعلق بالخدمات جمال نسيب الكثير من أصحاب الفنادق اليوم يطالبون بالعودة إلى النشاط هل ترى أنه مع هذه الإجراءات الاحترازية مع هذه البروتوكولات الوقائية اليوم مع هذا الجانب المتعلق بالرفع التدريجي للحجر الصحي في مرحلته الثانيه والجزائر تدخل المرحله الثانيه من رفع هذا الحجر تدريجيا هل ترى انه ممكن اننا نعود للنشاط ولكن يبقى الامر مرتبط ارتباطا كبيرا باعاده النشاط لمختلف الوجهات السياحيه خاصه الصيفيه نتكلم هنا على الشواطئ صحيحية. التي للأسف اصبحت مغلوقه امام السائحين في هذه الايام شوف احنا بالنسبه نحن بالنسبه للفدراليه على راس الرئيس الفيدرالية القرار اللي كتبنا وراسلنا وزير السياحه وراسلنا وزير الماليه احنا كفنادق المشكل تاعنا هو مشكل مال م. فعلا وككل المنتجات كل التجاره متضره من من الكورونا ولكن الفنادق الان باش يعاودوا لو ترافاي تاعهم ما تنساش باللي عندهم دي شارج كبار الان نحن رانا نوجدوا باش نستضيفوا المصطفين الجزائريين ويكونوا كذلك نخاف عليهم قبل ما نخافوا على رواحنا لازم مم. نخموا عليهم كيف راح يعقبوا العطله تاعهم ولو بروتوكول سانيتير الان وهو سي بشير حضرنا وجلسنا ودرنا جلسات عمل مع وزاره السياحه الان ما وصلنا والو على البروتوكول سانيتير بس نستقبلوا السواح تاعنا قد يستغرب البعض انه عوده بعض المراكز التجاريه للنشاط ونعرفوا كنا انه الحركه فيها حركه كبيره وفيها اكتظاظ وفيها تقريبا صعب جدا انك تتحكم في ذلك العنصر المهم في الجانب الوقايه المتعلق بالتباعد الاجتماعي ولكن الفنادق ممكن اننا يكون فيه تباعد اجتماعي حتى سعه استيعاب هذه الفنادق ممكن انها تراجع مثلا. حنا طلبوا منا في البروتوكول سانيتير اللي اللي حضرنا وفي رمضان واللي استدعتنا وزاره السياحه باش تقدموا لوزاره الصحه وتكلمنا وناقشنا هذا واعطينا النظره تاعنا كاصحاب فنادق وقلنا لهم ما عليهش قال لك 50% دو كاباسيتي من الفندق تكون تجهزها فقط لذاك مثلا المسبح كان المسبح تاعك ياخذ 100 تدخل 50 لي لازم يتغلقوا لازم تخدم بالفضاء بالاتغاص وجهزنا م. وبدون هذه كل جهزنا واصحاب الفنادق نحن كفيدراليه وبعثنا لو سيركولير كاع الاصحاب الفنادق وجهزنا رواحنا باش نستقبلوا السواح ما تنساش مالغري كل لي بلاج اي سون فيرمي بار ديسيزيون دي والي دي وهذه راح تضرنا شويه على المصطاف المصطاف لازم يجي يقضي عطله تاعو ولازم نحن نقدموا له كذلك لا سيكوليتي سانيتير لازم نقدموا له الصحه تاعو ابجل كل شيء وش وجدنا بصح لازم نرجعوا لشي حاجه الفندق صاحب الفندق او ما عندوش مال قارون. الفندق راهو عنده مشاكل مادية. مم. احنا رانا كتبنا توقف عن النشاط لأكثر من أربعة آه أشهر. بقى. أكثر مم. وزيد راني قلت لك لونتروتيان حاجة اللي دركا إنسان ديجا عنده أن كريدي الفندق عنده أن كريدي ديجا دي راهو يخمم ما صاحب الفندق. راهو عنده دي شارج يا ناس لما البنك لا بنك البنوك حنايا راسلنا واجتمعنا مع وزير السياحه هو مشكور وقال لنا راح نشوف الامر هذا مع 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 وزير الماليه مع البنوك وطلب منا نسيب استسمحك واستسمح المشاهدين الكرام فقط نخرج فاصل ثم نواصل احتفظ لي فقط بالفكره هذه لك. ثم نعود فاصل قصير ونعود مشاهدينا مشاهدينا الكرام مرحبا بكم من جديد الى حصتكم الاسبوعيه الاقتصاديه موازين في شقها الثاني والتي خصصناها الى ازمه كورونا القطاع السياحي في غرفه الانعاش هو عنوان حصتنا اليوم واذكر فقط انه يشاركني في النقاش كل من الاستاذ بشير جريبي وهو رئيس النقابه الوطنيه للوكاله السياحيه كما يشاركنا ايضا الاستاذ نسيب الرئيس المدير العام لمجمع نسيب للسياحة ونائب رئيس الفيدرالية الوطنية للفندقة جنوب شرق وأيضا نسعد أيضا بمشاركة الأستاذ أحمد عقل الخبير الاقتصادي والمختص المالي والأسواق المالية الدولية وعبر تطبيق سكايب من العاصمة القطرية الدوحة يشاركون أيضا في هذا النقاش أستاذ جمال قبل الفاصل تحدثت وقلت أنه ممكن أننا نعود إلى النشاط الفنادق ولكن الجانب المالي مهم جدا وهو ما يبقى غامض إلى حد الساعة فيه مطالب نوعا ما بتخفيف الأعباء تأجيل تسديد الديون فيما يتعلق بها الفنادق هل ترى أن هذا الأمر ممكن أن يكون كافي؟ شوف هذا هذه هذه نقطة احنا عجبتنا لأن صاحب الفنادق أو صاحب وكالات سياحية صاحب مهنة اللي تجي عند الحكومة مرحبا بها ونثمنها لان راهي تعطي في الدعم ولكن شيء كبير وحثينا عليه تفعيل هذه لازم بدون رجعه قرار سيادي لازم قرار سياسي سيادي تفعيل المجلس الاعلى للسياحه هذا اللي راح يحل لنا مشاكل كامل لازم تفعيل المجلس الاعلى للسياحه على راسهم الوزير الاول في اقرب وقت ثاني نقطه اثنين بوان نيميرو 2 إعادة النظر في المنظومة البنكية بالنسبة للسياحة، كي نقول السياحة وكالات سياحية، فنادق، مشاريع سياحية، كما ثم كذلك كلام أخونا بشير، بشير لازم نسموها الآن السياحة الصناعية، لأننا احنا ما نطلبوش الكثير، احنا قلنا لكم باللي السياحة هذه رأوا العمود الفقري تاع الاقتصاد الجزائري. الان اخواننا الجزائريين في الجنوب الشباب تاعهم راهم يطالبوا باش يكون عندهم شغل باش يكون عندهم مناصب عمل حنا نقول لهم كمستثمرين جزائريين والنداء الى الحكومه الجزائريه سهلونا لنا سهلوا نخلقوا لهم هذا من الناس الشباب الجزائري هذا مناصب شغل ونقدروا نخلقوا لهم قريات سياحيه وشيه اون باراليل شوفوا لنا برك مع البنوك الجزائريه تاعنا باش يمشيو معنا احنا ماناش من الناس اللي خذينا مال وديناه للخارج احنا باموالنا الخاصه نحن كالناس اللي حب يحبوا الجزائر اللي بقينا في الجزائر وامنا بالجزائر وقاعدين نستثمروا ونخلقوا في مناصب شغل نرجع لكلامك اخي ولسي بشير على لي أه بريزيدون ولا النظافه ولا هذه كل شيء حتى الفندقه حتى القريات السياحيه اللي يخلق اليوم أستاذ جمال نسيب ببساطه فضل اننا نتحدث مع رؤساء البلديات والدوائر والولايات عندما نعرف أن الكثير من هذه الفنادق والمنتجعات السياحية تعاني الأمرين أصلا من اعتمادات وجانب استثمار وفي حتى في بعض الأحيان وصلت إلى مضايقات ونعرف كنا القضايا اليوم الموجودة أمام العدالة هل يمكن بهذا المنطق أننا نتحدث عن هذا الجانب وكأنه جانب مثالي عندما يعني نقول أنه تكلموا على النظافة هذا أمر منطقي فيما يتعلق بالسياحة تتكلم على السياحة وما فيش فضاءات راحة للمسافرين ما فيش دورات مياه عمومية هذا الأمر يبقى تقريبا أمر مستهم أستاذ, عندما أستاذ أنت, أنت ماذا تطلب من من الجزائر باش تزور الجزائر مم. تطلب يكون لو بري تلقى مكان عائلي وتقضي عطلة وانت لاباس عليك واحد ما يدايق مرتاح ياخد. مرتاح احنا نقول لهم الحل موجود حنا نداء للحكومه الجزائريه موجود اعطونا نديروا لكم قريات سياحيه ونسموها السياحة التضامنية م. من البلاطو تاعك أنا نقول يقدر الجزائر يقضي لليوم في م. القريات السياحية عندنا ساحل كبير وعندنا صحراء كبيرة يا وشوفونا باللغة العامية يا وشوفونا مع رؤساء البلديات م. يخلونا نخدموا في وجه ربي م. ما نطلبوش من بدراهم البنوك بدراهمنا م. يسهلونا فقط نخلو المواطن الجزائري يقضي العطله تاعو ب دينار جزائري مع فطور الصباح وراني نتكلم بالملموس مانيش نتكلم على الفنادق تاع لي دافير نتكلم مم. على القريات السياحيه اشرت نقطه ونزيد شيء لا لا نزيد شيء لما لما نخلق القريات السياحيه هذو في السواحل راح نخلي الجزائري او عنده العائله الجزائريه أو عنده من اربعه خمسه افراد راهو كيجي يقضي عطلاته علاش تخليه يدي لا ديفيز ويروح لتونس حطونا نخدموا ونزيد نخلق لك مناصب شغل في الصحراء راهم ناضوا صحاب ورقله وصحاب وصحابة اليزي وصحاب تم قالوا لكم يا ناس خلونا نخدموا احنا نحن وكاسكون دوموند اليطا وطلبنا لهم ما طلبنا والو شوفونا رؤساء البلديات يعرفوا كيف يدخلوا دراهم البلديات تاعهم على بالك بلي رئيس بلديه عيب ما نجملش الناس كلها ما يعرفش يدخل لا تاكس دو سيجور تاعو لداخل او كي يجيه كي جيه سائح راهو يحسب له لا تاكس دو سيجور يدفع. هذا رئيس بلديه يعرف واش راح يدير لدارو صح انا كي نروح رئيس بلديه يقول لي واش راح تعطيني واش نعطيك انا جاي نخلق لك مناصب شغل والله تقول لي نعطي واش نعطيك انا انا واش نعطيك انا كمستثمر واش نعطيك انا عندي العكس اني اطلب منك انك تسهل لي انا, عندي قرية, أنا عندي قريه سياحيه انا بالمناسبه عندي قريه سياحيه راهي مغلوقه من 2018 قرية سياحية في مدينة لارها في بلدية لارها ولاية تيبازا مم. وغلقوها وشكون الناس اللي كانت نعيطوا لهم بالعصابة حابين يديوها وباش هذه القرية تفتح في وجه المستافين الجزائريين راي مغلوقة وهذا رئيس بلدية الموجود الآن والوالي الأسبق اللي رأوا في السجن هما اللي حابين ياخذوا هذه وهي حاجة نقول حاجة برك من المكان هذا نقول حاجة بك. وزارة السياحة مساندتني في القرية السياحية مم. وعندي الاعتمادات عندي الأوراق كل هاي هاي البيروقراطية هاو الرئيس الجمهورية على واش يتكلم هاو لازم الان ولهذا لابد اننا نب نبدا بمحاربه هذه الممارسات لا اصلا لا لازم التي تعرق و... هذا فقط ماهوش في في الارهاط فقط ماهيش فقط جمال نسيب نتكلم هذا سلوك, سلوك في الجزائر نتاسف البيروقراطيه يعني على الحصه حصه اقتصاديه يعني نتكلموا يعني على مبادئ اقتصاديه أه نظن أن هذه الامور هامشيه ولكن عندما تطغى هذه الامور الهامشيه على لب الموضوع احنا حابين نخلقوا حابين نخلقوا مناصب شغل احنا مار... نحنو 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 نحن 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 كمستثمرين العمل تاعنا موجودين لن على واش ندافعوا ندافعوا باش نكونوا كذلك نعاونوا الاقتصاد الجزائري فقط وهذا هو المطلب الرئيسي استاذ احمد عقل فيه نقطه اثار اثارها, أثارها استاذ ناسيف فيما يتعلق بتلك السياحه المتعلقه بالاعمال والفنادق الفخمه ما يعرف بالبزنس وهي تحرك العجله الاقتصادية وتعتبر من المنتجات السياحية التي كانت سائدة نظرا لانتقال الكثير من رؤساء الشركات ورجال الاعمال والموظفين وهذا الامور هي من ستتاثر اولا في رأيي عندما يتعلق الامر بتنقل الاشخاص وهي ممكن التي ايضا ستعود مع مختلف المنتجات السياحية المتعلقة ايضا بالسياحة الصحية هل ترى أنه اليوم عبر العالم وهذا الغموض فيما يتعلق بالفيروس ممكن أنه يعطل هذه العجلة الأولى وهذه المحركات الأولى للقطاع السياحي وما يزيد الخسائر لهذا القطاع ونعرف كنا أنه القطاع فيه حد معين من الخسائر ممكن أنه يتحملها وإذا نزل تحت هذا الحد ممكن أنه يختفي أستاذ أحمد عقل صحيح لا شك يعني نحن نعرف أن التوقعات الأخيرة اللي كانت من منظمة الأمم المتحدة أنه القطاع السياحي يعني إذا استمر الوضع على ما هو عليه كان بالفترات السابقة كان ممكن أنه يخسر حوالي 120 مليون وظيفة بالعالم يعني حتى ممكن أن يخسر مقدرات أو دخل يقدر ب 1.2 تريليون لا شك أنه موضوع القرى السياحية والفنادق يعني خلينا نقول الكبرى وغيرها مهم جدا واساسي وهو اساس العمل السياحي على مستوى اقتصادي، يعني هو من يجذب الاعداد الكبيره، هو من يحرك الاسواق، هو من يجذب السائحين الخارجيين الذين يحتاجون الى خدمات مميزه واماكن، نحن نعرف انه كثير من هذه البناءات المهمه بالعالم اصبحت تعتبر علامة فارقة يعني الكثير من السائحين يذهبون إلى فرنسا لمشاهدة برج إيفل الكثير يذهبون إلى الصين الصين لمشاهده اماكن معينه او اسواق معينه. اليوم حتى تخلق هذه الطابع وهذه العلامه الفارقه التي ياتي اليها السائحون من جميع انحاء العالم، انت بحاجه الى صرف الكثير من الاموال على مستوى بناء، على مستوى خدمات، على مستوى خدمات لوجستيه، على مستوى طرق شبكه طرق وسرعه بالتنقل، على مستوى قوانين داخليه، حتى على الكثير من المستويات تدريب الناس وتعليم على كيفيه التعامل مع الاشخاص القادمين من الخارج كل هذه الامور تجتمع لكي تكون انا بتصور انه القوانين الموجوده يعني اللي هو اليوم حتى مع الفتح الجزئي الموجود وهي تجربه مهمه بالفتره الحاليه ولكن يبقى انه هي بارقه امل مهمه جدا لفتح الباب امام تشجيع المستثمرين وإخراجهم من حاله الخوف او الحد اللي عم بمر بالتنقل من مكان الى اخر استاذ احمد و... عقل هل يمكن و... اليوم وهذه... هل يمكن اليوم الحديث عن تشجيع المستثمر للذهاب والاستثمار في القطاع السياحي ونعرف كلنا انه هذا القطاع يعتبر من القطاعات التي تضررت كثيرا ونعرف انه صاحب المال جبان عندما يتعلق الامر في الاستثمار وفيه نقطه تتعلق بدراسه المخاطر كيف يمكن اننا نضع جانب ائتمان كبير في هذا القطاع حتى ممكن اننا نواصل في ضخ اموال في هذا المجال عن طريق الاستثمار انا برايي ليس فقط من الممكن بل من الضروري تشجيع القطاع السياحي للعوده الى العمل القطاع السياحي اليوم امامه مسؤوليات كبيره بالفترات القادمه ومصاريف كبرى حتى على مستوى الفنادق مثل ما تفضلوا آه الإخوة المشاركين اليوم عندهم تحديات كبيرة قادمة طرق التعقيم الجديدة، كيفية كسب ثقة ورضا الزائرين القادمين وعدم إحساسهم بأي تخوف من أي فيروسات جديدة حتى لو انتهى فيروس كورونا فكرة انتقال الفيروسات يعني الأمراض من شخص إلى آخر أصبحت موجودة ومرسخة بالذهون وبالتالي سوف يصبح الأشخاص عندهم متطلبات أعلى لحركاتهم السياحية اليوم أنا برأيي أنه الدعم المادي ووجود حزمة من الدعم الاقتصادي الخاص بالقطاع السياحي مهم جدا وأساسي دول كبرى وشركات طيران كبرى بالعالم تكاد تغلق أبوابها لولا الدعم الحكومي أستراليا نيوزيلندا شفنا بدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية حزمات من تريليون واثنين تريليون عم بتم ضخه يوما بعد يوم. حتى في ألمانيا آه ده آه ده ده. اليوم القطاع نعم. حتى ألمانيا اليوم قامت القطاع السياحي بحاجة إلى فكر جديد بحاجة إلى آه طرق آه صحية ورعاية صحية جديدة. قد تحتاج المزيد من الاستثمارات إن لم يكن القطاع العام والخاص يدا بيد وهناك دعم على مستوى حتى القوانين وعلى مستوى الإجراءات الاحترازية بالدول أعتقد أنه هذا قد يخلق فجوة كبيرة وقد يؤدي بهذا القطاع إلى مزيد من الضغط وبالتالي خسارة وظائف أكثر توقف أعمال كثيرة حتى استهلاك مواد أولية نحن نعرف أنه إذا بدنا نحكي بشكل جانبي أسعار النفط انخفضت بشكل أساسي بسبب توقف شركات الطيران وحركة التنقل العام بين الأشخاص هذا كان أحد أهم أسباب انخفاض الطلب على النفط من بعد أزمة كورونا اليوم قطاع الطيران والقطاع السياحي هو محرك أساسي لجميع القطاعات حتى القطاع الصناعي حتى القطاع الاجتماعي حتى القطاع المالي والقطاع المصري نعم فيه نقطه استاذ احمد عقل اردت ان اتطرق اليها فيما يعرف بمختلف المواقع عبر الشبكه العنكبوتيه في العالم التي تعنى بالمجال السياحي وتقدم خدمات اصبح الكثير يعرف هذه المواقع ويلجا اليها عند التنقل عند حجز الف في الفنادق عند اقتناء لمختلف تذاكر الطيران هل اليوم هذه المواقع تعتبر اكثر المتضررين ايضا لانها هي من كانت تروج ببساطه ل الوجهات السياحيه وفي كل المجالات، لا اتكلم على اختصاص معين في المجال السياحي. صحيح هي اذا بدك احد المتضررين ولكن لا المتضرر هو صاحب الفندق او صاحب المبنى لانه هو المستثمر الاكبر، يعني اليوم هذه المواقع لا شك هي طريقه العمل فيها مرنه بشكل كبير، لانها تعتمد بشكل اساسي على راس مال ليس ضخم جدا هي الاستثمار يكون فيها بالعملية التسويقية لنشر هذا القطاع ولحمايته من أي هكر أو من أي تدخلات خارجية بي يعني الموقع نفسه من أي خلينا نقول أشخاص يدخلون لتهكير هذا الموقع ولكن المهم والأساس هو المستثمر الأساسي هو الفندق ولكن أكيد هذه المواقع عندها خسائر معينة ولكن المرونة وتغيير العاملين وإيقافهم لفترات وعدم وجود مصاريف ثابته شهريه، معظم هذه المواقع ما عندها مصروفات للبنوك، معظم هذه خلينا نقول المواقع ما عندها مباني ضخمه تقوم بادارتها ومصاريف صيانه، ما عندها عدد كبير من الموظفين، يمكن عندها موظفين يعملون بالهاتف بدول اخرى بالعمل عن بعد هي اصلا مطبقه بهذه المواقع، وبالتالي انا بتصور انه قد تكون اكثر مرونه بالتعامل من الفنادق، من المطاعم ومن شركات النقل اللي هي برايي اكبر المتضررين بشكل اساسي وياتي على راسهم اصحاب القرى السياحيه والفنادق لأن حجم الاستثمار هو ضخم جدا وحجم الالتزامات الموجوده من عدد موظفين واجراءات صيانه واجراءات اخرى هو مرتفع جدا وبالتالي يخلق فجوه بقائمه التدفق النقدي الخاصه بهذه الشركات قد يذهب بهم لا سمح الله الى الافلاس مثل ما شفنا كثير من شركات الطيران لولا المساعدات التي تمت بالدول الخاصه بها لكانت وصلت الى حافه الافلاس الكثير من شركات الطيران بدات بتخفيض يعني الرواتب بدات بتخفيض عدد العاملين بها وايقاف عن العمل بكل دول العالم وهي خطوه اولى نتمنى ان لا تزيد اكثر واكثر بالفترات القادمه استاذ بشير جريبي النقطه تتعلق ب اليد العامله في المجال السياحي الاستاذ احمد عقل يقول ان بعض شركات الطيران ذهبت الى تخفيف الاعباء عن طريق تسريح العمال ومراجعه حتى الاجور انتم تقريبا على مدار ثلاثة الى أربعة اشهر قاومتم نوعا ما هذا الجانب واحتفظتم في مناصب الشغل ولكن الاكيد اننا طالت المده اكثر لا يمكن أن تتحمل الوكالات السياحية كل هذه الأعباء ما جعلكم تقدمون حزمة من المطالب للحكومة أذكر على سبيل المثال مراجعة بعض الأمورات المتعلقة بالضمان الاجتماعي تخفيف الأعباء الجبائية تكلمتم على نقاط كثيرة هل ترى أن هذه الحزمة لو قمنا باعتمادها في هذا الوقت ممكن أننا نقاوم لأشهر أخرى وإذا كان الأمر غير ممكن فلا محالة سنذهب إلى تسريح العمل وهو الأمر الذي لا نتمناه نحن في الجزائر والله أولا لا نتمناه وثانيا إلى إلى رحنا لهذاك الحد لا أقصى الحد هذاك معناها معظم المتعاملين السياحيين يعني اللي اللي عندهم 40 سنه 35 في المدى حيكونوا من المغروضين ما ينجموش يقاوموا ما ينجموش يروحوا ولكن احنا ما زالنا امل ما كنا نتفاوضوا مع مجموعه في وزاره السياحه فصار فيه تغيير منذ منذ 10 ايام فيه اه امين عام جديد وفيه مدير عام جديد وهما اصدقاء قبل ما يكونوا في الميدان أصحاب خبره فاتصلنا بهم وتكلمنا معهم وعودنا وضحنا لهم الرؤيه وعاودنا يعني كنا تكلمنا بكل شفافيه وبكل صراحه يعني يعني بكل صراحه بدون غبار عليها بانه رانا نهديو في الوضع مم. ورانا نحاولوا نحافظوا على اليد العامل هذه اللي ما نلقوهاش لو كان لو كان تعاود لو كان تعاود تعاود تروح وهما آه طلبوا منا مهله لانهم جد طلبوا منا مهله وان شاء الله من الاسبوع من الاسبوع القادم هنعاودوا نطرقوا عليهم وحنا قلنا لهم كاين اشياء لا يمكننا التخلي عليها مم. كاين بعض الطلبات ما يمكنناش باش نتخلاو عليهم وهذه من اول يوم قلناها ونزيد وزدنا قلناها ونبقى ونقولوها ما نقدروش نتخلاو عليهم وكاين بعض الطلبات ننجموا نتحاوروا عليهم مم. على سبيل المثال على سبيل المثال الضرائب اليوم في 2020 يصعب علينا الحال باش نخلصوا الضرائب يصعب علينا الحال باش باش نخلصوا التأمين تاع العمال تاعنا يصعب علينا الحال باش نخلصوا حتى التأمين تاعنا احنا ك كا يعني كأرباب كأرباب عمل. عمل لازم هادم نقدروا نتحاوروا عليهم نقدروا نلقاو نلقاو صيغة صيغة تفاهم صيغة صيغة تفاهم ولكن اليوم تطلب من الوكالة السياحية باش تفتح لما نفتح لازم لي المال لازم لي لانه يوليو فيه مصاريف ثانيه اللي تخرج لازم يكون عندي على الاقل وهذا احنا كل واحد في طلبه تاعنا وكل واحد يعني المقدور تاعو يعني ماشي كاين فيه كاين يعني مبلغ اللي يطلبوه كاع الناس كاين بالك واحد يطلب 20 مليون واحد يطلب 50 مليون واحد بالك يطلب يطلب مليار لكن لما نروح البنك تاعي والبنك تاعي يعرفني وعندنا 30 او 40 سنه ونتعامل معاه يعرف المقدور في حديث عن قروض بنسبه فائده منعدمه يعني ممكن انه تنقذ ما يمكن انقاذه هذا كان حتى التسريح كان حتى التسريح تاع تاع معالي وزير 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 السياحه وحنا رانا نتمنى ولكن للبنوك ليومنا هذا الان ما كان والو مازال ما لحقهم مازال ما لحقهم حتى حتى حاجه لكن لكن احنا متفائلين واحد اي شخص ما يقطعش الغصن اللي راه قاعد عليه انا متفائل ما دمت حيا ببساطه ولكن احنا وحنا وكان الحديث تاعي شخصيا مع الامين العام ومع المدير العام اننا لازمنا نديروا جلسه عمل بدون انقطاع وما نخرجوش حتى نلقاو على الاقل اولا للشركات ثانيا للعمال ولما نقول العمال عائلاتهم هذا بالنسبه لي لما ما لقينا لهمش حل مع معناه الانهيار الكامل للعمود الفقري 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 للاقتصاد الجزائري م. لان يا خو تخلق منصب في السياحه عندك ست مناصب ست مناصب لدينا اللي اللي عندما نتكلموا على هذه. الجانب الغير مباشر المتعلق بالسياحه نتكلموا على صناعه المواد الغذائيه الافريشه كثير من كل الامور كل, كل, التي كل, كل شيء الفلاحه الصناعه الفلاحه وحنا ونقولوا من المنصب هذا نقول الوزير الاول سيد وزله ورئيس الحكومه ان السياحه ما هيش بديل ما هيش بديل للمحروقات م. السياحة هي صناعة مثلها مثل البترول والسياحة تنشد أنا والله ما نفهم وتسمحوا لي نهضر بشعبوية يعني بلغة بلغة دارجة أنا أنا رجل أعمال ونجم نقولوا حتى رجل أعمال شاقة معليش أنا عندي شركة اسمها محروقات البترول والغاز وبما فيه راهي تمشي منه واش يمنعني باش نطور السياحه واش يمنعني باش نطور الفلاحه وانا يا ما حبط البترول ولا ترى عندي بديل عندي ماشي بديل عندي مدخول تاني راك تشوف برك ما بين السنوات اللي فاتوا والمنتوج الفلاحي اللي عندنا درك عندنا كل خير الحمد لله الدليل على ما تقوله اليوم الدول عبر العالم وكان احمد عقل اشار اليها الخبير المالي الذي يشاركنا من قطر قال أن الكثير من الدول تضررت لأن قطاعاتها السياحية تضررت الكثير من السواح عبر العالم يذهبون إلى فرنسا تقريباً رؤية برج إيفل في باريس وهذا الأمر اليوم يؤكد أن المداخيل في جانب السياحي لهذه الدول قلت وستقل أكثر وما سيزيد من حدة الأزمة المالية في هذه الدول أستاذ جمال نسيب تكلمت على بعض التدابير هل اليوم ترى أن ما بين الخطاب الرسمي خطاب الحكومة وتطبيق هذا الخطاب فيما يتعلق بجانب البنوك نعرف كنا أن حتى هذه البنوك تعاني من أزمة مالية وتتأثر بكل ما يحدث أيضا هل قروض بدون فوائد وتخفيف من الأعباء الجبائية ممكن أن يعيد انطلاقة هذه الفنادق وهذه المنتجعات ويعود نشاطها ممكن أن يخفف نوعا ما من الضرر ما نقولوش أنه يقضي على الضرر الذي تعيشه ولكن يخفف ويعطي حتى بصيص أمل للمستثمر في المجال السياحي حتى يواصل هذا المجهود الذي يقوم به أنا قلت من الأول باللي السياحة هي العمود الفقري تاع الاقتصاد الجزائري ثم منها الآن أخونا أحمد من مم. من قطر وتكلم وقال لك في دول أمريكا ألمانيا فرنسا والدول العظمى الدولة على إنجكتي لارجون ضخت أموال ضخت أموال باش الشركات السياحيه ما توقفش ما توقفش حنا ما قلنا لهمش حاجه ما طلبناش المستحيل احنا طلبنا لهم ان السياحه يكون عندها دور مثل الفلاحه والصناعه احنا طلبنا من وزير السياحه نحن كفيدراليه وتكلم معنا عطانا ضمانات ونحن ننتظر الان كما قال يكون تكلم اخونا بشير على المناصب العمل وكذلك لونتروتيان دو نو دونو اي <مم> دو نو فيلاج حنا كما قال كان يتكلم الاستاذ احمد من قطر قال لك الفنادق والقريات السياحيه الناس اللي عندهم العمارات هم المتضررين الاكبر <ممم> ليه؟ لان احنا حتى ما عندناش العمال راهم يشتغلوا ولي زوتيل تاعنا على الاري مي <مم> هنا لونتروتيان انا لما جزائري يقول لي تونس غاليه هيا نديروا سنا تجربه هيا الحكومه لازم تدير تجربه الان توقف كلش لي فرونتير سون فيرمي لاجيريان بي با بارتي باسي لير فاكونس اون ا ليترونجي يا خويا نديروا قاعده برك نديروا 1 1 ايكال 2 الاخيره مي خرجوا دلا ديفيز اون الجيري هذيك لا ديفيز شوف مع لي بونك تاعنا يعاونوا الفنادق تاعنا يعاونوا الوكالات السياحيه ا زيرو ا زيرو بورسون فوائد يعاونونا يعاونونا ما قلنا لهمش <applause> يعاونونا سهلوا لنا فوالا باش نتكلموا بالعاميه <applause> سهلوا لنا راح الجزائري يقضي العطله تاعو احسن من بلدان اخرى انا <applause> نعهدك باللي احسن وخدماتيه وبريه <applause> مي هذاك اللي يهضروا عليه هو السعر من كان يوجه الجزائري خارج الجزائري. الخارج الجزائر خارج <applause> الجزائر خلي العمله صعبه موجوده لهنا حنا حتى تقريبا ما نقوموش بالاشهار لوجوهات اخرى لا ولكن لا. للأسف, للاسف عندما تشوف وجهه دو مليون خارج الجزائر. دو مليون الجزائر 2 مليون 300 حنا كوكالات سياحيه <applause> لانني انا جي دو شابو الله <applause> يخل <applause> دو كاسكات لاجون دو فواياج لوتيل 2 مليون 300 مدوها الـ الاخت الـ <تصفيق> <تصفيق> سمي تونس الشقيقه اللي رانا نتعاملوا معاها عندنا احنا وياها دي توريزم كومان وانا نحن كذلك كوكالات سياحيه حتى عندنا سواح جاوا من تونس وقضوا عطلتهم في الجزائر وفرحانين احنا فقط نقولوا الجزائري كي تكتب معاه ولا تكلم معاه يقول لك انا البري غالي بزاف في الفندق انا نقول له لا الحكومه تاعي مازالت ما سهلتليش لازم تامن باللي السياحة سياحة عندما صناعية عندما نخف أستاذ جمال نسيب من الأعباء الجدائية شوف الأعباء كبيرة شوف إحنا كفنادق مرة. نحن كفنادق كفيدرالية رانا الآن نطالبوا لازم البنوك يمشوا معنا نعم اسمح لي حاجة في عجالة فقط لأنه ايه؟ والله ما الوقت أستاذ جمال نسيب بدون بنوك بدون لا بارابلوي بنك والدعم تاع الدولة رام الفنادق راح يغلقوه راح نسرحوا العمال ما كانش أنا اللي وهذا النسيج السياحي اللي قضينا وقت حتى اصبحت فيه فنادق في القطاع الخاص ممكن انها تختفي وهذا 1700 1000 الف... لا بالك معناها 1700 فندق هنا تكمل الخطوره استاذ جمال نسيب احنا ما نطلبوش ب... احنا نعم. احنا ما نتمناوش الفنادق تاعنا يتغلقوا وما نتمناوش باللي نقطعوا الخبزه تاع العمال تاعنا آه خطر علاه حنا فورميناهم ونا فورمي سوبيرسونيل ما عادش نلقاوه ما تخلوناش نطلبوا بك من الحكومه على راسهم رئيس الجمهوريه سي عبد المجيد تبون نتوسلوا ليه مم. يعمل السياحه كسياحه صناعيه ويعطينا ويعطينا برك اليد أستاذ اليد, اليد جمال نسيب حتى تقريبا نختموا الحصه وقبل الختام اردت ان اسال استاذ احمد عقل سؤال اخير وفي عجاله ان امكن استاذي الكريم. هل الخارطه السياحيه اليوم عبر العالم ستتغير بعد فيروس كورونا؟ هل فيه وجهات ستظهر جديده؟ وهذا هو الامر الذي تقريبا يهمنا لانه الجزائر ممكن انها تتموقع في خارطه السياحه الدوليه المقبله لانه الجزائر كانت نوعا ما غائبه عن الدليل السياحي العالمي وللاسف وهي ما الدوله التي تتمتع بالكثير من الامكانيات والقدرات السياحيه، هل ترى انه فيه فرصه؟ كما يقال رب ذرة نافعة استاذ احمد عقل. لا شك لا شك في الفترة الحالية هي فترة اعادة خلق اوراق على مستوى وجهات السياحة خاصة انه مناطق كثيرة العادة. وعلى رأس القارة الاوروبية اصبحت او كانت بؤر لانتشار الكورونا بالفترات الاخيرة وهذا ممكن انه يخلق نوع من الخوف والحذر لدى المسافرين وبالتالي قد يبحثون انا برايي عن وجهات طبيعيه اكثر من ما هي عمرانيه وايضا اماكن لم يكن فيها انتشار كثير لهذا يعني الوباء وبالتالي القاره الافريقيه بالتحديد ككل انا اعتقد قد يعني خلينا نقول تستفيد من هذا الوباء بجذب مزيد من السياح في الفترات القادمه السياح على مناطق مثل القارة الأوروبية وبعض أماكن شرق آسيا رح يكونوا أقل والله أعلم وقد نشهد مزيد من الارتفاع باتجاه مناطق جديدة على رأس القارة الأفريقية شكرا جزيلا الشكر أستاذ أحمد عقل وأنت الخبير الاقتصادي والمختص في الأسواق المالية شكرا على مشاركتك أستاذ حبيت سؤال لي نعم فقط تفضل ها. في عجالة فقط لأنه والله هل الوقت. أستاذ أحمد هل زرت الجزائر لا 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 لم يعني نقوم بزيارة الجزائر أحمد عقل. مع العلم أن نعم. يمكن الصورة جيدة يعني ولكن لا نعرف أماكن سياحية مشهورة بالجزائر ولم نقوم بزيارتها نعم. نحن نطلب منك نطلب منك تكون ضيف لنا وأنا نطلب الدعوة تكون مرحبا بك وراح نخلوك تشرفنا في الجزائر ونعرفوك على هذه نتشرف نتشرف فيكم وان شاء الله يكون لنا لقاء ان شاء الله قريب شكرا جزيلا شكرا نتشرف فيكم الجزائر دوله لها تاريخ مهم جدا ونت... و... بنحب أنه نعرف اكثر عنا ان شاء الله استاذ احمد عقل شكرا جزيلا الشكر لك على كل ما قدمته معنا في النقاش شكرا جزيلا لك شكرا موصول لك استاذ جمال نسيب الرئيس المدير العام لمجمع نسيب للسياحه ونائب رئيس الفيدرالية الوطنيه للفندقه جنوب شرق على كل ما قدمته صدرك وصراحتك ايضا في هذا النقاش شكرا استاذي الكريم استاذ بشير جريبي رئيس النقابه الوطنيه للوكالات السياحيه نتمنى أن الأمور تسير إلى الأحسن لأن هذا القطاع يعتبر قطاع مهم مهم جدا عندما ندرك أنه هو من يحرك العجلة الاقتصادية الأكيد أنه هو أكبر المتضررين وعندما نقول أنه هو أكبر المتضررين ممكن أنه يكون أكبر رافد للعودة إلى نشاط اقتصادي وخلق ثروة وقيمة مضافة في الجزائر مشاهدينا الكرام بهذا نصل إلى الختام أشكر لكم طيب المتابعة دمتم بخير